بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابب أوجه حضراتكم بتحذير شديد جدا، يعني لموضوع لمسته وأنا بشاهد بعض الموضوعات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان التيك توك أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو أي منصة أخرى. في بعض الأشخاص أو بعض السيدات بيتكلموا أو بيوضحوا للناس طريقة صناعة الصابون السائل في المنزل. حضراتكم مفيش مانع إن الناس تصنع في البيت وتصنع كل حاجة، ولكن بطريقة علمية ومدروسة لا تؤثر على أي أحد بيقوم بيها، سواء كان بيتلامس الجلد أو هيستعملها بعد كده يكون فيها محظورات ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. لاحظت إن بعض السيدات خصوصا السيدات بيحضروا زيوت لزيوت الطعام وخصوصا المتبقية بعد الأكل وبيقوموا بتصفيتها، كلام جميل. ثم بيجيبوا صودا قوية، سواء كان صودا قوية سائلة أو صودا قوية صلبة اللي هي قشرة، احنا بنسميها في مصر صودا قوية قشرة يعني صلبة. اللي بيجيبوا الصودا القوية دي ويبدأوا بعد تصفية الزيت اللي هو زيت الطعام يبدأوا يحطوا عليها أو يضيفوا ليها الصودا القوية. طبعا أنا بلاحظ كمية الصودا القوية اللي هي المضافة كميات كبيرة جدا، يعني يطلع في الناتج اللي عند حضرتك لو أنت اتبعت الكلام اللي بتشوفه دوت هيؤدي إلى مشاكل في الجلد ويعني التهابات وحروق في الجلد كبيرة جدا. فحابب أنوه، عايز حضرتك تصنع في البيت صابون سائل مفيش مانع، ولكن لابد أن يكون متواجد عندك في البيت حاجة مهمة جدا اسمها دليل البي اتش، دليل اختبار البي اتش أو بيسموه ورق البي اتش. ورق البي اتش بيكون موجودة في دفتر، الدفتر ده موجود عند محل بيع المنظفات جملة، بتشتري منه وتخليه عندك في البيت. أي صابون سائل يخش لحضرتك أو يجي لحضرتك اختبره، تاخد جزء يعني تاخد جزء من يعني ورقة منه، دي ورقة من الدليل بي اتش اللي هو المستخبر أو بنسميه اختبار نسبة الحموضة أو رقم الحموضة، اختبار رقم الحموضة في المنتج اللي عندي. حضراتكم الدفتر ده موجود اللي هو دفتر البي اتش أو دليل اختبار بي اتش، ده بنجيبه من أي محل جملة زي ما قلت لحضراتكم، ولابد يكون يعني احنا عندنا ثقافة. ايه ثقافة؟ ايه دليل بي اتش؟ يعني الفكرة في يعني ايه يعني؟ فبقول لحضراتكم بسرعة كده على أساس ما حدش يعني الأمر يصعص عليه. البي اتش دوت أو رقم البي اتش بيبدأ من رقم واحد وينتهي عند رقم 14، يبدأ من رقم واحد وينتهي عند رقم 14، من واحد إلى أقل من سبعة ده بيكون الوسط عندي حمضي أو حامضي. يعني من رقم واحد إلى رقم أقل من سبعة بيكون حامضي، أما رقم سبعة وده رقم التعادل ده بيكون في المية، يعني لا في حموضة ولا في قروية. أما القرويات عموما بتبدأ رقم البي اتش بتاعها أو احنا بنسميه الوسط القاعدي أو الوسط القروي بيكون أكتر من سبعة ويصل إلى 14، رقم 14. طيب حضراتكم ندي لحضراتكم اللي بيظهر عندي ألوان، يعني حضراتكم ده بالنسبة للدفتر اللي عندي الصور بتاعته
الالوان هي بتحضر بتوري لحضراتكم او بتظهر لحضراتكم ازاي نعرف. فبيبدأ عندي هنا من رقم واحد، يعني الرقم اللي عندي بيكون واحد بيكون لونه احمر، يعني الدليل يعني الورقة اللي هي الصفرة اللي عندي دي بتغمسها في المحلول، تغمسها في المحلول. لو ادت لحضرتك لون احمر يبقى الوسط اللي عندك وسط حامضي قوي، بتقارن لون الورقة اللي هي حضرتك الصفرة دي بتقارنها بالالوان اللي هنا، دي الوان مقارنة. لو ادتك لون احمر يبقى رقم الوسط الحمض اللي عندك بيكون حمضي قوي واحد. ثم تتدرج الالوان الى ان تصل الى اللون الاخضر اللي هو في النص اللي دوت، اللون الاخضر الفاتح، وده بيكون رقم 7 وده رقم التعادل، يعني بيقول لك ما فيش قلوية ولا فيش حموضة، تم التعادل. وده بيظهر في الماء النقي بيكون عندي رقم البي اتش اللي 7. يبدأ اللون يتغير، لون الورقة دي اللي هو الدليل اللي عندك يتغير، يبدأ يحصل له يتميل إلى اللون الأزرق، الأخضر في الأخضر فالأخضر الغامق فالأزرق، ثم اللون البنفسجي. اللون البنفسجي اللي عند حضرتك دي بيوصل لرقم عندك 14، يعني وسط قلوي أو قاعدي قوي، قاعدي قوي. فحضراتكم حابب يعني بقول لحضراتكم خلي دي الدفتر ده بيجي معاه الدليل دوت، يعني بكون ورقه انا يعني مقطع الورقه دي ومجهزها لحضراتكم على اساس حضراتكم تبقوا تعرفوا ان دليل اختبار بي اتش ده موجود عند البياعين، وتخليه في البيت. لو اشتريت صابون سائل من اي مصدر لابد تقطع ورقه وتختبرها، شوف اللون بتاعها مقارنه بالدليل اللي عندك، لونها هو هيدي لك الرقم اللي عندك. لو كان 7 اللي هو اللون الاخضر الفاتح دي ادتك لون اخضر فاتح، يبقى بنقول ان الوسط اللي عندي وسط متعادل، مفيش في خوف منه استخدامه على الجلد، يعني ما ياثرش على الجلد باي حاجه. انما المشكله ان في الاشخاص بتيجي بتحط اي كميات، والحاجات دي بتبقى حاجات علميه مدروسه، معروف ان انا باخد كذا جرام من الحامض الدهني اللي عندي او السلفونيك وبعدله بالصودا الكاوي. وعلى اساس حضراتكم تكونوا عارفين برضو معلومه كده على السريع، انا عندي الاساس الصابون، تصنيع الصابون بالاساس فيه الماده القلويه اللي هي الصودا الكاويه، وحفاعلها مع حاجتين، يا اما زيوت نباتيه موجوده عندي في البيت، والزيوت النباتيه دي موجود فيها احماض بنسميها احماض دهنيه. بتبدا الصودا الكاويه دي بتتفاعل مع اللي هو الزيوت النباتيه المحتوى على احماض دهنيه، وفي الحاله دي بنسميها معادله تصبن، وينتج في النهايه ملح الصابون اللي احنا بنسميه الصابون زائد منتج ثانوي اخر ويسمى الجليسرين. الجليسرين والاثنين عموما في البيت بيكونوا دابين في بعض، اما في المصانع بتتفصل، بيفصل الجليسرين عن ملح الصابون اللي هو الصابون، ودول استخدام الاستخدام بعد طبعا ايه المعادله وما يكونش فيها اي ضرر. اما بالنسبه لاستخدام الطريقه الثانيه اللي هي بستخدم يعني ماده بنسميها السلفونيك، وده حامض عضوي وليس حامض دهني، يعني السلفونيك حامض عضوي وليس حامض دهني، بيكون حامض عضوي قوي، يعني رقم البي اتش بتاعه ممكن يبدا من 1 ويوصل لحد 3، يعني حامض قوي بيتعادل معاه الصودا الكاويه بتتفاعل معاه، واحنا بنسميه تفاعل حيادي، وبينتج لك في النهايه ملح السلفونات زائد ماء، ماء اللي هو ناتج برضه ثانوي بيدوب في المكون ما يجراش اي حاجه. يبقى انا عندي حاجتين بتطلع من بستخدم الصودا الكاويه مع الزيوت النباتيه اللي فيها حامض دهني، ودي بتعمل لي تصبن، يعني بنسميها معدل تصبن، بيبقى صودا كاويه مع الزيوت النباتيه اللي فيها احماض دهنيه بينتج في النهايه بيحصل تصبن ويديني ملح صابون زائد جليسرين. اما لو استخدمت اللي هي السلفونيك فبنقول صودا كاويه مع السلفونيك اللي هي المعادله الثانيه بيديني تفاعل تحيدي حيادي، وبيطلع في النهايه ملح السلفونات زائد ماء. حابب اعرف حضراتكم، يعني بحذر حضراتكم ما تشتريش صابون سائل من بره
الا اذا كنت حضرتك عندك دفتر من ده، والدفتر ده رخيص جدا، وتقطع ورقه من دي وتحطها في الصابون اللي عندك، اذا ادتك لون اخضر فاتح يبقى ده مفيش فيه اي مشكله ولا تاثير على الجلد ولا فيش اي مشاكل. ولكن اذا حضرتك حابب تصنع في البيت ايضا لابد تختبر الصابون، هتشوفه حامضي هتزود قلوي الى ان يتم التعادل، ولو زايد قلوية هتضيف حامض الى ان يتم التعادل وتحصل على رقم بي اتش، احنا بنسميه رقم التعادل اللي هو رقم 7، حتى تحصل على منتج امن وغير ضار على الجلد حتى لو يؤدي الى التهابات وحروق في الجلد. حابب اعرف حضراتكم بالموضوع دوت لان ده منتشر جدا على منصات التواصل الاجتماعي، فحبيت اعرف حضراتكم ما تقعوش في الغلط ده، الحاجات دي حاجات علمية وبتضاف بكميات وبتختبرها بدليل اختبار بي اتش اللي هو حضراتكم البوري لحضراتكم، يعني تكونوا حذرين وانتوا بتصنعوا، وفي النهاية بتستخدم الدليل ده على اساس يقول لك ان التفاعل اللي عندك مظبوط ورقم البي اتش اللي عندك 7 يعني غير ضار بالمرة. ده موضوع النهاردة، لعل وعسى يكون في افادة لحضراتكم. ما تنسوناش حضراتكم بالدعم واللايك والاشتراك في القناة، واكون سعيد بحضراتكم على اساس ان انتم بتشجعونا نعمل حاجات اكتر واكتر، والحاجات تبقى حاجات علمية مدروسة، مش اي حد يتكلم في اي حاجة لان الموضوع دي تبقى حاجات خطرة، فما يصحش ان حد يتكلم فيها ما يكونش عنده فكرة. ده موضوع النهاردة، تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.